الحليبه ديالي كرعين والحمص. السلام الغزالات، صباح لاباس عليكم، صباح النور. كيف كتشوفوا ماما بدات لي الفيديو، المهم التصوير صورت ماما. طبعا لا داعي للذكر ان هذه الوصفه هذه راني نزلتها يمكن شي جوج المرات ولا ثلاثه في القناه، فرجعوا شوفوها بالتفصيل لانني ما نقدرش نذكر دك التوابل. جوبونس دايره الملحه، الباربريكا اللي هي تحميره، القرفه، الخرقوم، البزار، سكينجبير، الثومه، القمح. هنا غنديروا بطاطا حلوه وبطاطا عاديه طبعا لان اختي ما كتاكلش بطاطا عاديه. ف هادو داكشي اللي غادي نديرو في القمح اللي هو القرفه، القرنفل، حبه الهيل، درس ديال الثومه، وجوبونس شنو هذاك الاخر ما عرفتوش. والتوابل فهم نفسهم، راس الحانوت طبعا كتكون معاهم، زيت زيتون. مهم رجعوا الفيديو، هادشي بالنسبه للتتبيله ديال هاد القمح هذا. رجعوا الفيديوهات السابقه غتلقاو الوصفه بالتفصيل الممل، غير حيت ماما صورت وما حطتش ليا كلشي هذه التفصيل. وانا كندير دابا في المونتاج يعني في الصباح، ما عنديش كيفاش نمشي نسول ماما وبقى ندير العجز وصافي، ولكن كنحاول راه كلشي واضح. ايوا مهم هذه الوصفه راه شاركتها معكم اكثر من مره. طبعا لا داعي للذكر انه الكرعين خاصهم الفاخر، الا ما طابوش في الفاخر راه نساو شي حاجه سميتها الكرعين. ميمكنش نتخيل راسي ناكل الكرعين ديال الكوكوط، مع احترامي للناس اللي كيطيبوهم في الكوكوط، ولكن اختي ديريهم في الفرينه والفاخر طيبيهم كيجيو شنو نقول لكم التعليك وداك الشيء شكون المنظر. يا سلام، والريحه معفقنه كنشموها في الدار، مع ان طلب الدرج كنشم ديك الريحه وي. والجو كان شويه بارد، هنا راحت انا بطاطا حلوه وبطاطا عاديه صغيره طيبين، بقيتهم فق لقيتهم طابو. وهنا كنكمل معكم انا الفيديو صافي، منقولش لكم روعه. ايوا انا صافي، انا دزت نشوف شنو غنقدر نحط معاه. بصراحه هاد الوجبه ديال سي ماما فيها ما تقديش تحط معها لا بتي بان لا كرواسون لا كروس لا بغرير لا والو. فهنا كانت عندنا داك الحشف ديال داك الجبن اللي صيبنا باللوز، بقى لينا درنا به واحد الحلوه في الفران ولكن جات ناشفه، فعاود ضفت ليها نوتيلا، ضفت ليها الكوكو باودر، وضفت ليها هكا شويه المحسنات، ودرتها كريات باش ما تضيعش داك الحشف، ما يضيعش. داك الفيديو راه غنزلو لكم مازال، غير تسناو واحد نحاول ننزلو في هاد الايامات كيفاش تصاوبوا الجبن منزلي صحي باللوز. انا صافي راه قرب الفطور، قلت اجي نصاوب واحد العصير تهيت وما عرفتش هكاك كنت ندير بالفريز. البنات انا العصير ما كنديروش بالحليب العادي، كنديرو بعض المرات غير بالماء، ولا بغيت كنضيف فيه نيدو. هاد المره قلت اجي نختارع، ناخذ الفريز نضيف عليه شويه من داك الجبن عجيب، هذا الجبن متعدد الاستعمالات، هذا راه البنات ناتور، ما فيه لا سكر لا ملح، اوكي. فهو ممكن تستعمليه في جميع الوصفات. وهنا ضفت شويه الحليب بودره وصافي، غادي نديروه يطحن، نضيف له العسل وشويه الماء الزهري اللي بغيتو، ولا هذيك النكهه ديال الفاني او لا فلور دورانج. وصافي هنا كيفاش تدور الفطور اليوم سهل خفيف طريف، لان ماما اللي مطيبه مصيب الكرعين، فما كاينش اليوم لا ما كاينش يعني توجد بزاف. هنا صافي راه قرب يأذن، صافي حيت العصير كنديرو حتى كيقرب يأذن باش ما يتاكسد ما يكحل ما والو، سورتو ان حنا العصير ما كنديروش فيه السكر، فالسكر كيخلي العصير كيبقى في اللون ديالو، دونك فاش ما كديرش ليه السكر كيتاكسد دغيا، فما كنديرو حتى لاخر دقيقه حتى لاخر لحظات. وصافي هنايا البنات هادشي اللي كاين. ما عرفتش اخر غنكون حطيت في الفيديو، الفيديو خفيف طريف سريع ما طويلش. كيف كتشوفوا راه كنحاول غير باش ما ينزلش الفيديو ينزلش زعما الفيديو خاوي، ضفت فيه شي حاجات اللي بحال هكا اللي غنقدر سريعه خفيفه نصيبها، بحال هاد العصير، بحال داك الحلوه. وصافي الطبيله راه هي واجده، كلشي واجد. صافي غنحلي دابا راه اذن، كبت لي انا العصير حتى حد ما بغى صراحه، العصير خديته انا، غادي نحليو صيامنا ومباشره الهجوم في داك الكرعين. يا سلام، والجو اليوم راه زويون، شويه كاين برد وشتا، ف ما نعاودش لكم كيبغيو هما البرد وشتا الصراحه الكرعين. صافي هنا راه ماما بدات كتحط فيهم، شوفوا المنظر. يا سلام، خليكم مع المنظر، خليكم عرفتو ما كاينش شوش الوجبه. راه حنا ملي بدا رمضان حنا كنتسناو في الجزر يجيبهم، موصيه ماما يجيبهم، كيقول لها اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، عاد كتب ليهم يديروا.
خليك لي ليا بسالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي ليا بسالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب المهم هنا اختي كتصحابنا نسينا القمح ما درناش كتقول لنا ناقصه شي حاجه عاد ولا نجيب لها التبصيل. شوفوا هذا هو الكرعين نهايه الفيديو هنايا. كنتمنى ديروا لايك كومنت وبصحه فطوركم ورمضان سلا عيد مبارك سعيد ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جايه. باي باي. عشيري هذا معايا في وقت الشدة عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس